صباح الخير أصدقائي من قناة ميرو، بحييكم. النهاردة هنتكلم عن الذرة. الذرة فوائده، القيمة الغذائية للذرة، هل له علاقة بالرجيم؟ كل ده هنعرفه من الحلقة دي على قناة ميرو للمعلومات والطبخ. الذرة زي ما قلنا هو نوع من أنواع الحبوب المشهورة جداً، اللي بتعتبر جزء أساسي في غذاء الكثير من المجتمعات والشعوب في العالم. بتعد الولايات المتحدة الأمريكية البلد الأولى عالمياً في إنتاج الذرة. يستخدم الذرة في إنتاج زيت الذرة، النشا، طحين الذرة اللي هو الدقيق، وهي طبعاً غنية جداً بالفيتامينات، المعادن، الألياف، مضادات الأكسدة في جميع أنحاء العالم. ومنذ القدم كانت الذرة أحد أبرز التسالي الشعبية. تعد الغذاء الرئيسي للعديد من البلدان، ونبات الذرة عبارة عن حبوب. موطنه الأصلي في جنوب المكسيك. حالياً انتشرت زراعة الذرة في جميع أنحاء العالم. لون الذرة إن هو لونه أصفر، ونظراً لاحتواء الذرة على العديد من الفيتامينات، معادن، عناصر غذائية، فبيلعب دور رئيسي في الوقاية من العديد من الأمراض، خاصة أمراض الجهاز الهضمي. قيمة الغذائية للذرة: بتتكون الذرة بشكل رئيسي من المية، الكربوهيدرات، إلى جانب كمية قليلة من البروتين والدهون. وبشكل دقيق، كل 100 جرام من الذرة المسلوقة بتحتوي على 96 سعر حراري. بيحتوي على الكربوهيدرات، بيحتوي على النشا، هما المكون الرئيسي، بيحتوي على نسبة من السكر، بيحتوي على ألياف، دهون مشبعة، وأوميجا 3، ومنجنيز، فوسفور، بوتاسيوم، النحاس، المغنيسيوم. البوتاسيوم بيعتبر أصدقائي بنسب منخفضة، بيحتوي على الفوليك أسيد، فيتامين بي 5، 3، 6، ومضادات الأكسدة اللي هي حمض الفايتك. بيلعب الفوسفور دور مهم في نمو أنسجة الجسم، فبيحتوي الذرة على كميات مرتفعة من الفوسفور. طبعا زي ما قلنا بيحتوي على المنجنيز والنحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم، أيضا الزنك. بالنسبة أصدقائي لفوائد الذرة، منها الوقاية من أمراض القلب، تخفيض ضغط الدم، تنشيط الخلايا العصبية في الدماغ، إضافة لاحتوائها على سعرات حرارية عالية، فبيعتمد الكثير من سكان العالم عليها كمادة غذائية لأنها بتعطي الطاقة وبها سعرات حرارية كبيرة. لو نيجي نقسم أصدقائي الفيتامين اللي بيحتوي عليها الذرة، فنجد أنه هو مصدر لفيتامين E، B، والمواد الغذائية المهمة بتحوي الذرة أيضا الثيامين، أيضا فيتامينات B المركبة القابلة للذوبان في الماء، له أهمية في القيام بالمهام الحيوية. طبعاً إحنا عارفين إن بي مهم جداً زي تقوية أداء العضلات، الجهاز العصبي، تنشيط عملية الأنزيمات المختلفة. إنه بيحتوي الذرة على فيتامين زي النياسين وفيتامين بي 3 المهم في رفع مستويات البروتينات الدهنية مرتفعة الكثافة، وتسمى الدهون المشبعة أو الكوليسترول الجيد. الذرة بيزود الجسم المغنيسيوم، الزنك، الحديد، النحاس، ومعدن السيلينيوم المفيد في تكوين مضادات الأكسدة اللي بيحرس خلايا الدم والقلب والكبد والرئتين. احتواء الذرة على مضادات الأكسدة، فبيعد الذرة غذاء مهم جدا للوقاية من السرطانات لاحتوائه على مضادات الأكسدة وتدمير الخلايا السرطانية في الجسم وتقي الخلايا النظيفة. الذرة الغني بالسعرات الحرارية، بيحتوي 100 جرام من الذرة على 342 سعر حراري، فده دليل انه بيحتوي على سعرات حرارية عالية. نظرا لاحتواء الذرة على الألياف الغذائية، فبيحتوي الذرة على نسبة كبيرة من الألياف، فكوب واحد من الذرة نحو 18.4%. لذلك الذرة مهم جدا في مساعدة الجسم في عملية الهضم، ضد عملية الإمساك، وقاية من أمراض السرطانات خاصة سرطان القولون. بالنسبة للفوائد أصدقائي، أولا قلنا بتساعد على الهضم، الذرة غنية بالألياف غير قابلة للذوبان، مما يساعد على عملية الهضم، وبيساعد على منع الإمساك، وطبعا بيمنع البواسير وحركة الأمعاء بيزودها. بالنسبة لمرض السكر أصدقائي، نظرا لأنه بيحتوي على الألياف،
القابلة للذبان، فبيعد رائع جدا مرض السكر، ولكن نظرا لسعراته العالية فبرضه لا ينصح بالإكثار من الذرة. ايضا بنجد انه بينظم مستويات السكر في الدم لانها بتساعد على ابطاء امتصاص السكر. الانيميا اصدقائي لانه بيزود من مستويات الحديد فبيمنع فقر الدم وخاصه في الاطفال، وبيمنع انخفاض مستويات الهيموجلوبين في الدم. بالنسبه للعين اصدقائي بيحسن الرؤيه لانه بيمد جسمك بالكاروتينات فبيحسن الرؤيه. بالنسبه لزياده الوزن او الدايت، طبعا لانه هو بيحتوي على سعرات عاليه فبيزود الوزن اصدقائي، لكن في الجانب الاخر بيحتوي على كميه عاليه من الالياف، بيشعر الانسان بالشبع وبيدي امتلاء للبطن بدرجه اطول، يمكننا اننا نمضي وقت طويل دون الشعور بالجوع. ده دليل اننا لم تناولنا الذره بكميات طبعا قليلة، لكن هو بيشعرنا بالامتلاء فبيساعد على انقاذ الوزن. تحسين صحة القلب فبيشمل فوق الذرة وخاصة المسلوقة بيعمل على تحسين صحة القلب، كما ان تناول الذرة بيسهم في تقليل مستويات الكوليسترول خاصة مستويات الكوليسترول السيء، ما فبيقلل من فرص انسداد الشرايين ويقلل من ضغط الدم، يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، فبيزيل مخاطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة. نظرا للاحتواء على مضادات الأكسدة، فاحتواء على حمض الفايتك وحمض الفيروليك والكاروتينات ده بيساعد على حماية الجسم من الأمراض زي الزهايمر. بيحتوي أصدقائي على بروتينات، ده البروتينات الموجودة في الذرة بتعمل على زيادة حرق السعرات الحرارية، إذن يعني ممكن برضو يستخدم في نظام الدايت. في دراسة أصدقائي إنه بيحتوي كوب واحد من الذرة الطازجة على حوالي 125 سعر حراري و30 جرام من الكربوهيدرات. نظرا لاحتواء الذرة على نسبة عالية من الألياف، الفيتامينات، المعادن، فبيحافظ على قوة الجسم ومد بالجسم بالطاقة اللازمة. أربع أسباب أصدقائي بتجعل الذرة أحد أفضل الأطعمة لكمال الأجسام: تسهل هضمها وامتصاص الكربوهيدرات، هي مصدر الطاقة الرئيسي للجسم حيث يذهب نصفها تقريبا للدماغ والعضلات، لذلك يجب أن تكون متاحة بسهولة. بتحتوي الذرة على الكربوهيدرات المصدر الأساسي للطاقة. الذرة هي كربوهيدرات صحية، قد تعتقد أن الذرة نشوية ولكن فهي ضارة، لكن بشكل عام بيؤدي تناول الكثير من الأطعمة النشوية إلى مشكلات صحية وزيادة وزن ورغبة شديدة في تناول الأكل. بتحتوي الذرة على الألياف 5 جرام، حوالي 5 جرام لكل كوب. معلومة مهمة أصدقائي إن الذرة بتفتقر إلى الإحماض الأمينية، لذلك كل ما يتطلبه الأمر هو مزجها بأطعمة أخرى بتحتوي على الأحماض الأمينية، زي مثلا أطعمة زي الرز أو البقوليات زي الفاصوليا والعدس، تحصل على الأحماض الأمينية من خلال هذه الأطعمة. الأضرار أصدقائي من تناول الذرة بكثرة، أولا إنها ليست جيدة لمرضى السكر، لأنهم الذين يعانون من مرضى السكر تناول الذرة بكثرة بتزيد من مستوى السكر في الدم، وبيحتوي الذرة على نسبة عالية طبعا من الكربوهيدرات مما يؤدي لزيادة مستويات السكر في الدم. لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من مرضى السكر التناول وعدم الإفراط ولا نتناول بكميات كبيرة. بتسبب انتفاخ شوية في البطن بالنسبة لأنها بتحتوي على النشا، فعندما نتناول الذرة بتنتج كثير من الغازات، لذلك ان تناول شخص ما الذرة بكميات كبيرة بيسبب انتفاخ في البطن. ودي كانت نبذة عن فوائد الذرة وأهميته. أشكركم أصدقائي وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. تحياتي من قناة ميرو، واللي ما شافش القناة قبل كده لايك شير سبسكرايب، يفعل الجرس ويضغط على كلمة قول ليصلكم كل جديد. وأشكركم وإلى اللقاء.